أن الله يقلب الليل والنهار والفصول صيف شتاء ربيع طول قصر برد، لماذا؟ كلها ليعتبر الإنسان. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إخواني حفظكم الله، هذه الدنيا ربنا سبحانه وتعالى أعطانا هذا الهواء المريح والمكيفات، لكن لو كان البرد قارس شديد في هذه الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا كيف نحمي أنفسنا، لأن هذه النفس عندك أمانة، النفس التي عندك أمانة لا بد أن تحافظ عليها، فبيّن لنا أن يمكن الإنسان أن يحفظ نفسه بالصوف، يحفظ نفسه بالبيوت، يحفظ نفسه بأي شيء من الأشياء، لكن هذا الهواء ينبغي للإنسان أن يعتبر، أن يعتبر به. ربما في يوم من الأيام ما في عندك بيوت، ما في عندك لباس أجرد، ما هو الذي ينفعك؟ ما هو العلاج الذي ينفعك؟ عمل الصالحات، عمل الصالحات. فكل هذه البرد القارس والحر الشديد كله أيضا يبين لنا رحمة الله، ويبين أيضا أن عقابه لمن عصاه. فربنا سبحانه وتعالى بين لنا بهذه الأمور أن الله يقلب الليل والنهار والفصول صيف شتاء ربيع طول قصر برد، لماذا؟ كلها ليعتبر الإنسان. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فهل أنت اعتبرت أن الله واحد؟ إذا خرجت من بيتك هل تعتبر أنك ربما يوم من الأيام تخرج من بيتك مغادر، مغادر ما ترجع إلى بيتك مرة أخرى؟ إذا ذهبت إلى المسجد هل تعتبر أنك في يوم من الأيام ستذهب إلى ربك، إلى طاعة الله عز وجل وإلى إكرامه لك؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعد لك ضيافة كلما ذهبت إلى المسجد. فيجب عليك من شدة البرد أو من شدة الحر أن تعتبر وتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا البرد وأن هذا الحر من نعم الله عز وجل أو من نقمه سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أهل الجنة، أهل الجنة يا إخوان فيها الجو المعتدل، الجو المعتدل يذكرنا بالجنة كما قال عز وجل: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وأيضا إذا جعله باردا جدا وقد يكون مهلكا، أيضا فيه تخويف لعباده عز وجل من عذاب جهنم.